السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف التاسع، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة تردي لبيعت. سنبدأ في هذا الدرس الوحدة السادسة التي تحمل عنوان تياترو المسرح. وأول شيء لدينا مسرحية بعنوان جينج عثمان، يعني عثمان الشاب أو عثمان الثاني، يعني غير مؤسس الدولة العثمانية، بعد عدة أكثر من 10 خلفاء جاء جينج عثمان أو عثمان الشاب أو عثمان الثاني. فالمسرحية تتحدث عنه. لدينا كما نلاحظ حوار، يعني السيباهي هو الفارس الأول، السيباهي الثاني بالكتاب مع بعض يحكوا، ينيتشاري يعني واحد من الجيش الانكشاري يتحدث والآخر يجاوبه، وهكذا. يعني نلاحظ المسرحية تكون بهذا الشكل، عبارة عن شخص يتحدث وشخص يجيب، شخص يتحدث شخص يجيب، هكذا يكتب النص المسرحي عادة. وهذا الكلام طبعا للاطلاع، هذا لا يهمنا لا قراءته ولا حفظه ولا شيء، ولا يأتي منه أسئلة، وهي طويلة أصلا كثيرا. بإمكانكم أن تقرأوها لوحدكم بالمنزل إذا أردتم، للاستفادة فقط من تقوية لغة يعني، فقط لا أكثر. الآن ما يهمنا المعلومات الضرورية والمهمة للحفظ والتي يأتي منها أسئلة، هي هذه التي نقوم بتحديدها وقراءتها. تياترو تعريف المسرح. Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz olayları sahnede göstermek amacıyla yazılan eserlere tiyatro denir. Yani mutlak ismi tiyatro أو المسرح على النصوص الأدبية التي تكتب بهدف إظهار على خشبة المسرح الأحداث التي تواجهنا في حياتنا اليومية. Tiyatro bir oyun sahnelemeye, onu seyircilere göstermeye dayalı bir sanattır. Yani yutabar mesrah huwa fen qaim ala izhar al ahdath ala khashabat al mesrah li al mushahidin. Wa yumkin an yutlaq alayha ism al drama aw dramatic edebiyat aydan. Nafs al ma'na. وهنا يقول لنا تياترو أولايلار ديكورلار وكيشيلر ياردميلا جنلوك حياتا أولدوي جيبي جنمزد جنمزن أنن جزمزن أنن ده جانلاندر مكتدر. يعني التياترو هو عبارة عن إحياء الأحداث عن طريق استخدام الديكور وبمساعدة أبطال ممثلين يعني، ويقومون بإحياء الأحداث أمامنا، أمام أعيننا كما هي في الحياة اليومية. Bunun için hem göze hem de kulağa hitap eden güzel sanatlardan yararlanılır. لذلك yararlanır. Yani يتم الاستفادة من فنون جميلة التي تخاطب العين والأذن بنفس الوقت. Söz ve hareketler birbirini tamamlar. Yani يجب أن تكون الحركات والألفاظ متممة لبعضها البعض. Oyuncu ile seyirci bütünleşir. ويتكامل الممثل مع المشاهد، يعني يصبح وكأنهم واحد، يصبح المشاهد وكأنه يعيش في داخل القصة. İlk tiyatro şenliği M.Ö. 534 yılında Atina'da yapılmıştır. Yani أول مسرحية أو احتفال مسرحي يعني صار في مدينة أثينا اليونانية عام 534 قبل الميلاد. Antik çağda tiyatro üst sınıfa özgü bir etkinlikti. يعني كان المسرح في العصر القديم هو عبارة عن نشاط خاص في الطبقة العليا من المجتمع. Dionys adındaki kahraman adına düzenlenen dini törenlerden doğan ve zamanla sanat haline gelen tiyatro. يعني المسرح نشأ من الشعائر الدينية أو الطقوس الدينية التي كان يتم تنظيمها على باسم بطل اسمه ديونيس، يعني من الآلهة اليونانية القديمة اسمه ديونيس، كان إله الشر هذا على ما أعتقد بالأساطير اليونانية القديمة، وكانوا يقومون بعمل مسرحيات على هذه الشخصية، ومنها نشأ فن المسرح. إسكي يوناندا تشوك بيوك جيليشما سالاياراك günümüze ulaşmıştır. Yani bedel biliyonen kadime ve tatavvar ve vasal ila yevmine el hali. Tiyatro metillerinde anlatmaya bağlı edebi metillerdeki anlatıcının yerini oyuncular alır. Yani huna fi hada namat el edebi اللي هو المسرح بدلا من ان يروي لنا الكاتب الاحداث يقوم الممثلين بروايه الاحداث.
Okuyucular, oyuncular olayları doğrudan yaşayarak seyirciye gösterir. Yani yakumul mumessilin, oyuncular ne mumessilin yani, yakumun bi عيش الأحداث على خشبة المسرح ويظهروها للمشاهدين. Tiyatroda perde ve sahne olmak üzere iki bölüm vardır. Yani في عنا قسمين بالتياترو اللي هن برده وصحنة. يعني الستارة والصحنة اللي هي خشبة المسرح. وتطلق أيضا اصطلاحيا على المشهد يعني. Perde konunun ana bölümlerinden her birine verilen addır. يعني البردة هي الأقسام الرئيسية لموضوع المسرحية. صحنة ise her بردنين içinde yer alan küçük bölümlerdir. يعني الصحنة أو المشاهد هي الأقسام الصغيرة ضمن البردة. يعني لدينا فصل ومشهد، نحن نقول بالعربي الفصل الأول المشهد الأول، الفصل الأول المشهد الثاني، الفصل الأول المشهد الثالث. الفصل الأول مكون من 3 مشاهد، بعدين يبدأ الفصل الثاني المشهد الأول، الفصل الثاني مشهد ثاني، فصل ثاني في مشهد ثالث، وهكذا. فالبردة هي الفصل يعني الأنا بولم، والصحنة هي الأرا بولم تابع للبردة. وأطلقت هذه الأسماء طبعا لأن الصحنة هي خشبة المسرح أصلا، والبردة هي الستارة التي يتم إغلاقها وفتحها عند بداية كل مشهد ونهاية كل مشهد. Dramatik şiirin tiyatro türüyle birleşiminden ortaya çıkan türe manzum tiyatro denir. Yani fi anna manzum tiyatro yani şiir el mesrah el şiiri الذي يكون مثل هذا النص اللي لاحظناه منذ قليل جنش عثمان هو عبارة عن شيء قريب من الشعر يعني مكتوب بطريقة شعرية. طيب ترك ادبياتنا تياترون جليشيمي تطور المسرح في الأدب التركي. لدينا جيلينكسال ترك تياتروسو، يعني هذا اسمه المسرح التركي التقليدي القديم، يعني كاراجوز مشهور جدا، كاراجوز وأورتا أويون المسرح المتوسط، ومداح يعني مثل الحكواتي بزماننا، وكويسيريكلي أويون يعني المسرح اللي بيصير في القرى يعرض في القرى. يعني هذه نماذج قديمة للتقليدية يعني للأدب التركي. ولدينا في العصر الحديث الآن المسرح التركي الحديث اللي هو تراجيدي وكوميدي ودراما. تراجيدي يعني المأساة، المسرحية المأساوية، والكوميدي المسرحية الكوميدية المضحكة، والدراما الدرامية الاجتماعية يعني تعالج مواضيع اجتماعية وكذا. Modern anlamda tiyatro Türk edebiyatında tanzimatta başladı. Yani المسرح في المعنى الحديث بدأ في تركيا في عصر التنظيمات، القرار التنظيمي، التنظيمات فرمانة. ولدينا أهم، طبعا أول شيء بدأوا بترجمة المسرحيات الأجنبية إلى اللغة التركية. لدينا مثلا أحمد وفيك باشا ترجم مسرحية مولير، وهكذا كل أديب تركي كان يترجم مسرحية أجنبية إلى اللغة التركية. بعدين بدأ الأتراك هن اللي يألفوا مسرحيات وهكذا. طيب هنا لدينا تعريف سيناريو والسيناريست. سينمادا فيلم çekimine uygun olarak hazırlanan ve belirli yöntemlerle yazılan kurgulanmış metinlere senaryo denir. Yani yutlak ismi senaryo ala nusus تم إنشاؤها أو تنظيمها ضمن منهجية معينة وتم تحضيرها من أجل أن يتم تصويرها كفيلم. الشخص الذي يقوم بكتابة السيناريو اسمه سيناريست. سيناريو بير فيلمين إلك أشاماسي و إن أونيملي أوجيسيدر. يعني السيناريو يعتبر الخطوة الأولى من خطوات الفيلم وأهم عنصر بنفس الوقت. Senaryo metinlerde zaman ve mekan notları verilir, sahne değişimleri gösterilir. Yani fi nusus senaryo yetim eta mulahazat an zaman ve mekan, tahdid zaman ve mekan ve izhar aydan tagayyurat fil meşahid, tagayyurat zaman ve mekan fil meşahid au tagayyurat al meşahid bişekil am. Tayyib, trajedi kema kulna illi hiye al ma'asat yani hayatın acıklı yönlerini gösteren seyircide korku, heyecan ve acıma duyguları
Rock ruhu kötülüklerden arındırmayı amaçlayan tiyatro yapıtlarına denir. Yani yutlak ismi trajedi ala el-Athar el-Mesrahiye el-Eti tuktab bihedef تطهير المشاهد من تطهيره الروحي، يعني التطهير الروحي عبر إثارة مشاعر الخوف والحماس والشفقة عنده عندما يشاهد هذه النصوص المأساوية. يعني عندما يشاهد المشاهد عندما يشاهد النص المسرحي المأساوي ويشعر بالضيق أو الحزن أو يبكي، فهو يطهر روحه من السلبيات أو من الشرور. هذا معناه التراجيديا. طيب تياترونون ياب عنصرلاري، يعني عناصر بنية المسرح. لدينا أول شيء دراماتيك أورجو، يعني اسمها نحن نقول عنها الحبكة الدرامية، حبكة الأحداث. يعني تياترو أسيرينين كونسون أولاي أولوسترور، يعني هو الحادثة التي ستشكل موضوع المسرحية الأولاي. تياترو أسيريندكي أولاي أورجوسونه دراماتيك أورجو دينير، يعني يطلق اسم الحبكة الدرامية على الحادثة اللي سيشكلها هذا النص المسرحي. إنسانın başına gelebilecek her türlü olay tiyatro eserinin konusu olabilir. يعني أي حادثة ممكن أن تمر على رأس الإنسان ممكن أن تكون موضوعا للمسرح. كونه كهرمانın kendisiyle ya da çevresiyle çatışmasında doğar. يعني يتولد الموضوع من صراع البطل مع نفسه أو مع بيئته. Tiyatroda olay örgüsü perde, sahne ve benzeri bölümlerle etrafında düzenlenir. Yani الحبكة الدرامية أو حبكة الحادثة في المسرح يتم تنظيمها بأقسام مشاهد وفصول كما قلنا منذ قليل، perde وصحنة. Bazı metinlerde bu bölümlerle meclis fasıl gibi adlar verilir. Yani في عنا أيضا أقسام فرعية بين هذين القسمين اللي هن ممكن نقول عنهم مجلس وفصل. أيضا بعد الحبكة الدرامية لدينا كيشيلار أو شخص كادروسو، يعني طاقم أبطال المسرحية. تياترو أسيرينده دراماتيك أورجويو يعشايان في يعشطان إنسان لرا شخص كادروسو دينير، يعني يطلق اسم كادرو أو طاقم على الناس الذين يعيشون أو يحيون الحبكة الدرامية، يعني يحيون الأحداث على خشبة المسرح. Bir başka deyişle tiyatro eserini sahnede canlandıran kişilere verilen addır. Yani bir عبارة أخرى هم الأشخاص الذين يقومون بإحياء الحادثة على خشبة المسرح. Kişi sayısı konuya göre değişir ويتغير عدد الأشخاص بحسب الموضوع. لدينا أيضا çatışma اللي هو الصراع، يعني karşı duygu ممكن يكون يعني بين المشاعر المتعارضة، düşünce ve isteklerin بين الأفكار والرغبات المتعارضة، kişilik özelliklerinin bir arada sergilenmesiyle meydana gelir. وممكن أيضا أن يكون بين الخصائص الشخصية. إذا يحدث الصراع بين المشاعر المتعارضة أو الأفكار والرغبات المتعارضة أو خصائص الشخصية المتعارضة للأبطال. ايكونوميك دروم الحالة الاقتصادية، سيكولوجيك يابو البنية النفسية، ايتيم فيكولتور التعليم والثقافة، سوسيال ستاتو جيبي وأيضا الحالة الاجتماعية. عنصرلار تشاتشماي بليليان اتكن لاردر، يعني هذه عوامل تحدد لنا الصراع هذه كلها. يير في زمان المكان والزمان، صحنده جانلاندران canlandırılan olay hangi zaman diliminde ve nasıl bir yerde geçiyorsa o dönemin ve yerin görünümü sahnede canlandırılarak verilir. Yani hadise mesela في أي زمان كانت وفي أي مكان كانت يجب أن يتم إحيائها على المسرح عبر إعطاء نفس تفاصيل الزمان والمكان اللي حدثت فيه هذه الحادثة. يعني لنفترض نحن اليوم في زماننا الحالي نريد أن نمثل مسرحية عن زمن العثمانيين، فيجب أن نحضر أزياء عثمانية وأن نصور المكان وكأنه مكان عثماني.
طيب تياترونون بتمثال أوزيليكلاري يعني خصائص الشكلية للتياترو تياترو متيلاري ونجارون جابجاكلاري حركاتلار ديكور كوستوم وبنزري برملار هاريج توميلا ديالوغلاردان هير يير 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 ده مونولوغلاردان أوروشور يعني سواء كانت الحركات أو الديكور أو الأزياء الكوستوم هو الأزياء والمشاهد الخارجية وكذا هذه اسمها ديالوج ديالوج يعني حوار أو مونو ديالوج يعني الحوار الداخلي ديالوج إن أز إكي كيشينين كارشلكلو كونوشماسي يعني الديالوج الحوار يكون بين شخصين المونولوج ise bir kişinin kendi kendine ya da karşısında biri varmış gibi konuşmasıdır. المونولوج هو حوار داخلي أن يتحدث الشخص مع نفسه فقط أو يتحدث مع شخص يتخيله أمامه ولكن هو في الواقع لا يوجد غير شخص واحد هذا الحوار الداخلي اسمه مونولوج أما الديالوج فهو حوار بين شخصين طيب تياترو تريمليري يعني عندنا هنا هذه كلها هي مصطلحات الخاصة بالمسرح مثل أكتور هو الممثل الذكر وأكتريس هي الممثلة الأنثى أدابتاسيون أو أويارلما هو التكييف يعني إذا كان في عندنا كلمات أخذناها من لغات أجنبية نكيفها يعني نحولها إلى لغات محلية الديكور طبعا معروف شو هو الديكور يعني الأشياء التي يتم استخدامها من أجل تجهيز خشبة المسرح الدواتشلما اللي اسمه الارتجال يعني باللغة العربية يظل متني olmayan kararlaştırılmış taslağı yerine zamanına göre oyuncular tarafından sahnede yakıştırılan sözlere tamamlanan oyun. Yani المسرحية التي يقوم فيها الأبطال بالارتجال يعني قول أو قراءة ألفاظ من عندهم بحسب الزبان بحسب ما يروه مناسب يعني وعبر الخروج عن نص المسرحية يعني كلام غير مكتوب بنص المسرحية من عندهم يرتجلون ويتحدثون فهذا اسمه دواتشلما دراماتيزيت ما يعني بير أدبي أسري صحنة ده ويوم بيجبنده يتيرمك أو سيرجلمك يعني هو العرض المسرحي اسمه دراماتيزيت ما عرض المشاهد على خشبة المسرح فيري يعني دوا أسطو أولايلاري كونو أدينان كهرمالارين جيم بيري ديف وبنزري أولان تياترو أسري يعني الفيري هي المسرحيات اللي بيكون أبطالها من الجن أو الجنيات أو العمالقة أو كذا اللي بتكون خيالية يعني بشكل عام الجيست هي حركات اليدين والذراعين والجسد يعني لغة الجسد نحن نقول عنها وكاباريه Genelde güncel konuları eleştirici bir biçimde ele alan şarkı, sketch, söylev gibi öğelerin yer aldığı oyuncu ile seyircinin içli dışlı olduğu oyunlar. Yani el mesrahiyat elleti tekun mutedâhile beyn el fennanin ve beyn el müşahidin. Ve elleti yekun fiha metel ugniye av makta sketch yani makta muthek kasir av خطاب قصير ينتقد المواضيع العامة اليومية يعني الحياتية كوندويت اويون دا صحنية تشك مصرس جلين اويون جلارة ويعران كيشي يعني كوندويت هو الشخص الذي ينبه الممثلين عندما يخرجوا عن النص المسرحي ينبههم او اذا نسيوا النص المسرحي او اخطأوا فهو ينبههم والكوستوم هي الأزياء يعني القيافتلار الأزياء الخاصة بالدور الذي يلعبه الممثلين الكوليس صحنة أركس نحن نقول عنها الكواليس يعني ما وراء خشبة المسرح المكياج معروف المكياج طبعا أي جورنتو سالماك يعني يؤمن المظهر الجيد بلي بير تيب ياراتماك أو من أجل خلق شخصية معينة فيا Yalnızca bazı düzeltmeler yapmak için oyuncunun yüzünde ve vücudunda yapılan boyama değişimlerdir. Yani ibara an tila ve tagirat fi cesed av vajih fennanin min ecel izharum. İmme bi şekil cemil av min ecel yani halık şahsiye muayyene. Mimik hiye yüz hareketleri yani hareketli vajih isme mimik.
تعابير الوجه يعني الحزن والفرح وكذا. الأوبرا sözlerin bütününü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri. Yani الأثر المسرحي الموسيقي يتم غناءه غناء بشكل كامل على المسرح، هذا اسمه أوبرا، مسرحية أوبرالية نقول عنها، يعني غنائية بالكامل. أما الأوبريت مثل الأوبرا ولكن أصغر منها. Eğlenceli ve basit konular üzerine yapılan beslenmiş tiyatro eseri. Yani الآثار المسرحية التي يتم تلحينها كتابتها وتلحينها حول مواضيع صغيرة وممتعة. باندوميم sanatçının cins ve mimiklerini kullanarak sergilediği sözsüz oyun. Yani المسرحية الصامتة التي يقوم الفنانين فقط عبر استخدام يعني الجست والميميكلار، حركات اليدين والذراعين وتعابير الوجه، يمثل الدور. Berde tiyatro eserinin bölümlerinin her biri yani kul kısım min aksam el masrah ismo berde ve replik sahne oyuncuların birbirine söyledikleri sözlerin her biri yani kul kelime min el kelimat allati yaquluha el mumessilin al masrah isme replik rol el dawr yani sahne sanatlarında oyuncuların eser kişilerin sahnede canlandırılması yani ihya الفنانين للدور على خشبة المسرح. وصاحنا إلى معنيين، المعنى الأول إزياجين كولايجا غري بالمليري için genellikle yerden belli bir ölçüde yüksek yapılan oyun, müzik ve benzeri gösteri yapmaya uygun yer oyunluk. يعني المكان الخشبي المرتفع قليلا على الأرض بشكل مناسب للمشاهدين لكي يروا المشاهد المسرحية اسمه صاحنة. وبنفس الوقت بير اويون فيا فيلمين باشلجا بالمليندين هير بيري، يعني كل قسم من أقسام المسرحية أو من أقسام الفيلم كمان اسمها صحنة يعني مشهد. يعني صحنة هي بنفس الوقت خشبة المسرح وبنفس الوقت هي المشهد. السكتش çoğunlukla güldürü türünde 5-6 دقيقة صدرلان اويون، يعني هي عبارة عن مشهد قصير لمدة 5 أو 6 دقائق، الهدف منه الإضحاك كوميدي. يعني السوفلور تياترودا كوليستي durarak oyunculara sözlerinin fısıltıyla hatırlatan yardımcı kişi. يعني يقف السوفلور يقف ما وراء الكواليس ويذكر الممثلين بالكلام الذي يريدون أن يقولونه إذا حصل نسيان. والتيرات أيونجون أظن في كيسينتيسيس كونوش مصر، يعني إذا كان الممثل يقول محادثة طويلة وبدون انقطاع نص طويل سحبة واحدة فهذا اسمه تيرات. وطلوات يظلم تندى ديان ميان صحنة دا دواج لما أولاراك أوينيان أوين، يعني المسرحية الارتجالية اللي ما لا أي نص، يخرج الممثل على المسرح ويبدأ بالتحدث بدون أي تحضير مسبق، فهذه اسمها طولات. وهذا أهم شيء، يعني هذه المصطلحات كلها يجب أن نركز عليها ونحفظها، بالإضافة للذي حددناه باللون الأصفر وركزنا عليه. وذلك ننتهي من هذا الدرس ونلتقي مع درس قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.